لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناة قوة عالم الكمبيوتر والبرامج. الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هنستبدل الهارد اللي هو القديم اللي في جهاز اللابتوب بهارد كينغستون SSD. اول حاجة طبعا هنعملها هنفتح اللي هو المسمار اللي موجود هنا ده، هنا الهارد موجود، وبعد كده نسحبها كده بمنتهى البساطة ونشيل الغطا ده، هيظهر لينا على طول اللي هو الهارد القديم. هبدأ ارفعه ببطء وافصل الكابل بتاعه، اهم حاجة احرص على الكابلات. تمام كده، انا سحبت الهارد القديم. زي ما حضرتك شايف كده هو متغطي بإطار من البلاستيك. طبعا الإطار بتاع البلاستيك ده انا لازم اشيله واركبه على الهارد الجديد. طبعا بكل كده سهولة همسكه واشيله، تمام، واحط هذا الإطار على الهارد. زي ما حضرتك كده شايف ده الهارد القديم اللي موجود في قلب اللاب. اللاب طبعا ده لاب اتش بي، تمام كده. ده الهارد بتاعه 1 تيرا، تمام. هنشيله هنركبه بقى مكان الدي في دي ونحط بداله هارد SSD طبعا، وبعد كده هنسطب عليه نسخة ويندوز، وهنشوف بقى الفرق بتاع الهارد لما يركب له الهارد SSD هيبقى ايه النظام بتاعه. هبدأ اركب هنا دلوقتي الاطار اللي هو البلاستيك اللي كان موجود، تمام. الموضوع يتعمل كده ببساطة، في فتحات بتدخل في مكانها، تمام. هبدأ ادخلهم واحدة واحدة زي مكان المسامير، تمام كده اهوت، لحد ما اطمن انه هي الاطار بقى موجود بالظبط، تمام. وابدأ احاول ارجع اللي هو الهارد SSD مكان الهارد القديم بالراحه خالص كده، والواحد الحديث ما يركبه. طبعا هرفعه رفعه بسيطه عشان اركب الكابلات بتاعته. اتاكد طبعا اهم حاجه الكابلات تكون واصله في مكانها عشان ما يحصلش مشكله في الهارد. كده ركبنا الهارد الجديد ووصلنا الكابلات بتاعته، كل حاجه تمام. هبدا اقفل اللي هو المنفذ ده واجيب اللي هو المسمار بتاعه واربطه. طبعا انا حطيت المسمار مكانه، هجيب كده المفك وابدا اربط المسمار بمنتهى اليسر كده بحاجه بسيطه خالص، تمام. هبدا بقى الخطوه الثانيه ان انا افك اللي هو الدي في دي، تمام. هنا في مسمار لازم افك المسمار ده عشان اقدر اسحب اللي هو الدي في دي، من غيره مش هقدر اسحبه، الدي في دي مربوط بهذا المسمار. هفضل افكه لحد ما اطلعه خالص، تمام كده، مسمار طويل اسحبه، وبعد كده اجي كده باللي هو بالمفك اروح زايق زقه بسيطه عشان انطر الدي في دي. زي ما حضرتك شايف كده الدي في دي طلع، تمام. ده الدي في دي القديم، خلاص كده انا مش محتاجه. نيجي للجزء الثاني بقى، ان انا هركب اللي هو الهارد القديم الميكانيكي في الراكه اللي هي هركبها مكان الدي في دي. طبعا في ناس بتغلط غلطه ان هي بتجيب الهارد SSD وتركبه مكان الدي في دي. طبعا ده بيديك سرعه قرايه ضعيفه جدا ويخلي الهارد القديم في مكانه. الصح ان انت تركب الهارد SSD في المكان الطبيعي بتاع الهارد القديم، وتاخد الهارد الميكانيكي القديم تركبه في مكان الدي في دي، هيديك سرعه عاليه جدا في الجهاز. طيب اروح بقى بركبه ازاي؟ بمنتهى البساطه بروح مدخله في قلب الراكه لحديت ما يدخل، وبعد كده اروح زقه زقه بسيطه كده لحديت ما اتاكد ان هو ثابت في مكانه، تمام كده، يعمل تكه معينه. هبدا بقى اربطه بالمسامير عشان اتاكد ان هو مش هيتحرك من مكانه. الحته دي مهمه جدا، ما تسيبوش كده من غير المسامير، لازم تربط المسامير بتاعته. في 4 مسامير هتربطهم عشان تتاكد ان هو ما يتحركش، لان لو كان في حركه ده هارد ميكانيكي ممكن يحصل اهتزاز ويتاثر وممكن يبوظ بعد فتره معينه منك. طب اركب طبعا المسامير،
أول مسمار، المسمار التاني، بعد ما اتأكدت من تركيب المسامير تمام كده هبدأ أجيبه وأشوف العدلة بتاعته تمام، اللي هو مكان الـ DVD، المكان بتاع الـ DVD هنا تمام كده، هبدأ أركبه. شوف بس تتأكد الأول من العدلة بتاعته. حديث نتأكد ان هو ثابت في مكانه تمام كده، هو خلاص كده، كده احنا ركبناه مفيش اي مشكله خالص. نيجي للجزء الاخير بقى، ان انا هبدا دلوقتي عمليه السيت اب للويندوز. طبعا كل اللي انا هعمله احط طبعا الفلاشه بتاعتي بعد ما حرقت عليها نسخه ويندوز 10، هبدا اضغط على مفتاح الباور تمام كده اهو، وفي نفس الوقت هدوس على مفتاح اف 9 لحد ما يقرا البوت واشوف الفلاشه بتاعتي تمام، هبدا اضغط عليها انتر تمام، وانتظر الحديث ما تفتح اللي هي الصفحه بتاع سيت اب الويندوز. هننتظر لحظات مع بعض ونشوف السيت اب هيحصل فيه ايه. كده احنا دخلنا على الشاشة اللي هي بتاع اللي هي السيت اب تمام، هختار اللي هو البدء تمام، واضغط على اللي هو التثبيت الان هنتظر طبعا لحد ما يبدأ عليه. هنا بيقول لي طبعا مفتاح المنتج مش موجود معايا، هاخد الخيار ده وبعد كده ادخل اختار النسخة اللي انا عايزها. انا هختار طبعا ويندوز 10 برو تمام، واضغط اقول التالي وبعد كده وافق على شروط المنتج واقول التالي واختار اللي هو تثبيت مخصص تمام، وابدا اختار الهارد بتاعي اللي انا هثبت عليه. هبدا احدد الهارد بتاعي اللي هو الاس اس دي. طبعا الهارد بتاعي مساحته 128 جيجا، هو دلوقتي مقري على الجهاز 111 جيجا. احدده واضغط على اللي هو التالي تمام. هتبدا عمليه السيت اب اللي هي بتاع نسخ الملفات زي ما حضرتك شايف على الويندوز. طبعا هي لحظات بسيطه، طبعا مش هياخد معانا وقت كتير لان طبعا الهارد ده هارد اس اس دي، فعمليه السيت اب بتاعته هتبقى اسرع كتير. هننتظر مع بعض زي ما حضرتك شايف كده، هو بيقول لي نسخ الملفات وبعد كده اللي هو تجهيز الملفات لعمليه التثبيت. هياخد معانا وقت بسيط مش كتير، مش هيطول معانا باذن الله لان طبعا الهارد سرعه القرايه بتاعته ما شاء الله كويسه جدا. هننتظر لحديت ما تتم هذه العمليه. طبعا زي ما حضرتك شايف كده هو خلاص بقى 97% 98 حاجات بسيطه خالص، وهتلاقي بعد كده الموضوع ما خدش معانا ثواني. 100% بيقول تم تثبيت المزايا تمام كده، وبعد كده هيعمل حاجه اسمها تثبيت التحديثات. هو زي ما حضرتك شايف كده الشريط اللي تحت عمال يسحب. خلاص الموضوع لحظات بسيطه معايا. الجهاز هنا يبدا دلوقتي يعمل عمليه ريستارت، انا هسيبه يعمل عمليه ريستارت ويفتح ويقفل بدون ما انا اتدخل خالص. يعني حضرتك ما تعملش اي حاجه، سيبه وهو يرجع يفتح تاني على الويندوز. لحظات بسيطه معايا.
هيرجع يشتغل تاني وهيدخلني على عملية الستارت اب هيكملها. الموضوع بس محتاج شوية صبر عشان نوصل للنتيجة اللي احنا عايزينها. طبعا انا بعتذر عن جودة التصوير لان طبعا دلوقتي بصور بموبايل. هيبدأ يفتح الجهاز مرة تانية اهو ستارتنج. تمام، هيبدأ يعرف القطع اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر، بيعرفها دلوقتي. ثواني هتخلص كده 100%. هو بيقول getting ready، يعني خلاص يعني هيبدأ يشتغل. نبدأ ندخل بقى في المراحل الأخيرة في تثبيت الويندوز على الجهاز أو على الهارد الاس اس دي اللي احنا ركبناه على الجهاز. تمام، عمل ريستارت مرة تانية، هنتظر برضو لما يفتح الجهاز مرة تانية. كل ما في الموضوع ان انت هتصبر بس لحظات بسيطة. هو بيقول لي لحظة واحدة كده، احنا خلاص يعني دقايق بسيطة وهننتهي من تسطيب الويندوز. هبدأ طبعا اختار المنطقة بتاعتي، انا اخترت طبعا مصر. تمام، اقول له نعم، هيقول لي لحظة واحدة. هو هنا بيعمل الاساسيات. هبدا اختار طبعا التخطيط الصحيح لوحه المفاتيح. العربيه 101 سيبها زي ما هي واضغط على نعم. هو بيقول لي مش عايز تضيف يعني تخطيط اخر لوحه المفاتيح، اقول له لا تخطي. تمام، هو بيقول لي لنقم بتوصيلك باحدى الشبكات. طبعا انا اتخطى هذا الموضوع عشان بس اسرع العمليه، وبعد كده بندخل الشبكه لما نوصل لسطح المكتب. اقول ليس لدي شبكه. تمام كده، اقول له متابعه مع الاعداد المحدود عشان برضه اسرع عمليه استطاب. هنا هنبدا نسمي جهاز الكمبيوتر، هتسميه حضرتك بالاسم اللي انت عايزه، هنسميه ونرجع لحضرتك. بعد كده انا سميت الجهاز، هضغط على التالي. انشاء كلمه مرور مش محتاج ان انا اعملها دلوقتي، ممكن اعملها من جوه. اقول له التالي، هو هنا بيقول لي لحظه واحده. تمام، اقول له قبول. كده خلاص احنا شرفنا على الانتهاء. بيقول لي مرحبا. كده ثواني بالظبط وندخل على سطح المكتب. هو بيقول لي نقوم بإعداد كل شيء من أجلك، بيقول لي إن هو قد يستغرق ذلك عدة دقائق، مفيش أي مشكلة خالص، بس بيطلب مني إن أنا ما أعملش عملية إيقاف لجهاز الكمبيوتر، لازم أسيبه لحد ما يوصل لسطح المكتب. هو هنا خلاص بيقول لي اترك كل شيء لنا، هو النظام والسيستم بيظبط لك كل شيء. بيقول لي انت على وشك الانتهاء. تمام، زي ما حضرتك شفت كده احنا وصلنا لسطح المكتب. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهارده يكون انتهى. نرجو ان انت تكون استفدت منه وتعلمت شيء جديد. متنساش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.